طيب خلينا بقى نروح لحاجه جميله وهي لا قبل النوستالجيا. طيب خلينا ناخد زميلتنا نورهان طمان واخر الاخبار الرياضيه من المواقع والصحف المحليه والعربيه والعالميه. يا نورهان صباح الخير عليكي، وطلعينا كده ما لديك من اخبار مختلفه، اتفضلي. صباح الخير عليكم مشاهدينا، مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان. احنا هنا من مقر جريدة الشروق، هنطلعكم على أهم وأبرز الأخبار الرياضية في الصحف والمواقع. الخبر معانا الأول من جريدة الشروق بالأرقام، الأهلي يستعرض مشوار فايلر مع الفريق. كشفت صحيفة الشروق النهاردة في تقرير صباحي ليها عن كشف حساب للمدير الفني ريني فايلر مع النادي الأهلي تزامنا مع مرور عام على قيادة الفريق منذ تعاقد إدارة النادي الأهلي معاه. وكشفت صحيفة الشروق في تقريرها أنه المدرب خاض 36 مباراة مع الفريق، نجح في الفوز ب 28 مباراة، وحقق في خلال 28 مباراة دولت 76 هدف. كمان سلطت الشروق على سلطت الضوء على اول مباراه للمدير الفني مع الفريق واللي حقق من خلالها بطوله السوبر المحلي على حساب غريمه التقليدي نادي الزمالك. ومن موقع في الجول، عبد الحفيظ يكشف مده غياب السوليه عن الاهلي. كشف كابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي عن مدة غياب اللاعب عمرو السولية بعد تعرضه لمزق في العضلة الأمامية بمباراة المصري الماضية اللي فاز فيها النادي الأهلي بهدفين دون رد. وأكد كابتن سيد عبد الحفيظ على غياب اللاعب لمدة تتراوح ما بين 10 إلى 15 يوم. كمان كابتن سيد عبد الحفيظ أكد على جاهزية اللاعب لمباراة الوداد المقبلة في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا واللي مقرر إقامتها يوم 25 سبتمبر الجاري. ومن موقع السوبر كورة، أسوان يختتم استعداداته لمواجهة طلائع الجيش. يختتم اليوم فريق أسوان استعداداته لمواجهة طلائع الجيش المقرر إقامتها غدا على استاد الرياضة في الجولة 24 من بطولة الدوري. كمان كابتن أحمد كشري كما ذكر موقع سوبر كورة بيجهز اللاعب أوميد أكري بعد تعافيه من الإصابة بقطع في الرباط الصليبي. وعلى الصعيد العربي، من موقع المصري اليوم، الهلال يستهدف تحطيم الرقم القياسي للنصر في الدوري السعودي والبالغ 70 نقطة. ألو؟ يوم السبت الماضي بأربع أهداف مقابل هدف، ويسعى إلى تحقيق إنجاز فريق النصر بالفوز في المباريات القادمة بعد تصدره بجدول مباريات الدوري برصيد 66 نقطة. ومن صحيفة ذا سان البريطانية، رحيل ميسي يضع سيميوني في مكانة مميزة. ذكرت صحيفة ذا سان البريطانية عن مكانة مميزة سيحظى بها المدير الفني لفريق أتلتيكو مدريد دييغو سيميوني بعد رحيل ميسي عن الليجا، بحيث هيصبح المدير الفني الأعلى أجرا داخل الدوري الأسباني. وكشفت صحيفة ذا سان أنه المدير الفني بيتقاضى 413 ألف استرليني كراتب أسبوعي، وميسي يتقاضى 816 ألف استرليني في الأسبوع. ومن شبكة سكاي سبورت الإيطالية، فيدال يطالب بفسخ تعاقده مع برشلونة. كشفت صحيفة سكاي سبورت الإيطالية عن رغبة اللاعب أرتورو فيدال في فسخ تعاقده مع فريق برشلونة بعد خروجه من حسابات رونالد كومان المدير الفني الجديد للفريق. كمان شبكة سكاي سبورت الإيطالية أكدت على أن اللاعب يرغب في الانضمام لصفوف إنتر ميلان تحت قيادة المدير الفني أنطونيو كونتي. دي كانت أبرز أخبارنا هنا من جريدة الشروق، شكرا لكم جدا وعودة إلى الاستوديو. نشكرك جدا جدا نورهان طمان على هذه التغطية الإخبارية الجميلة من الصحف والمواقع المختلفة، شكرا ليكي.